تصنيف أكبر 10 حاملات طائرات في العالم. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عددا من أكبر حاملات الطائرات في العالم، ولكن تصنيف موقع The Humble Rich يكشف عن عدة مفاجآت في الترتيب الذي أعده الخبراء من خلال المفاضلة بين التكلفة والقوة والسرعة القصوى والمدى وكفاءة الطواقم لكل حاملة طائرات وبعض المقومات الأخرى كما يلي. أولا، فورد أمريكا جاءت في المرتبة الأولى، حاملة الطائرات جيرالد فورد التي يتم بناؤها لتحل محل حاملة الطائرات USS Enterprise حاليا، ومن المرجح أنها ستحل كبديل مستقبلي لحاملات الطائرات فئة نيمتس في الأسطول الأمريكي. ثانيا، نيمتس أمريكا شغل المركز الثاني، حاملات الطائرات من الفئة نيمتس تخدم 10 وحدات من الفئة نيمتس بالبحرية الأمريكية، وسميت هذه الفئة من السفن الرئيسية تخليدا لذكرى الأدميرال تشستر نيمتس قائد الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ إبان الحرب العالمية الثانية. ثالثا، كوزنتسوف روسيا شغلت المركز الثالث، حاملة الطائرات كوزنتسوف هي فئة من حاملات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي تخدم في القوات البحرية الروسية والصينية، وتتميز حاملة الطائرات كوزنتسوف باعتمادها على منصة تشبه منصة القفز للتزلج تستخدم لإقلاع المقاتلات التقليدية عالية الأداء. رابعا، ليونينغ الصين تنتمي حاملة الطائرات ليونين للفئة 001 الصينية، وهي أول حاملة طائرات تقوم القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بتكليفها بدخول الخدمة، وتصنف ليونين كسفينة تدريب الغرض منها هو السماح لعناصر البحرية الصينية تجريب وتدريب واكتساب المعرفة بمهام وعمليات حاملات الطائرات. خامسا، حاملة الطائرات HMS كوين إليزابيث هي فئة خاصة بالبحرية الملكية البريطانية، تمت تسمية المركبة البحرية الرائدة باسم ملكة بريطانيا كوين إليزابيث في 4 يوليو 2014 تكريما لها تيمنا بالمركبة البحرية الشهيرة في فترة الحرب العالمية الأولى، والتي سميت بدورها باسم كوين إليزابيث الأولى. سادسا، شارل دي غول فرنسا حازت المرتبة السادسة، حاملة الطائرات تشارلز دي غول التي تمثل عنوان الريادة في البحرية الفرنسية، وهي حاملة الطائرات الفرنسية العاشرة وأول سفينة فرنسية تعمل بالطاقة النووية، كما أنها الناقلة الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية والأولى من نوعها التي يتم بناؤها خارج ترسانات البحرية الأمريكية، ولقد سميت على اسم رجل الدولة والجنرال الفرنسي شارل دي غول. سابعا، فيكراماديتيا الهند حلت حاملة الطائرات فيكراماديتيا المعدلة من الفئة كييف في المرتبة السابعة. دخلت فيكراماديتيا بالخدمة في القوات البحرية الهندية عام 2013، وتمت إعادة تسميتها تكريما للإمبراطور الأسطوري فيكراماديتيا في أوجين بالهندي. ثامنا، ساو باولو البرازيل تخدم حاملة الطائرات ساو باولو من طراز كليمونسو في البحرية البرازيلية، تم تكليفها بالأساس للخدمة في البحرية الفرنسية لأول مرة في عام 1963 باسم فوش، ثم قامت البرازيل بشرائها في عام 2000 لتصبح المركبة الحربية الرئيسية الجديدة للبحرية البرازيلية، وسميت ساو باولو منذ ذلك الحين. تاسعا، كافور إيطاليا جاء ترتيب حاملة الطائرات الإيطالية كافور في المركز التاسع، وتشغل موقعا رئيسيا بين المركبات البحرية العسكرية الإيطالية منذ أن تم إطلاقها عام 2004. عاشرا، شاكرين روبت تايلاند
تحمل حاملة الطائرات شاكرينا روبت علم البحرية الملكية التايلاندية، وهي الأولى والوحيدة في تايلاند، على الرغم من أن بعض الخبراء يصنفونها كمركبة بحرية حاملة لمروحيات الدوريات البحرية. شكرا لكم للمشاهدة.